وإن سألوك عن العراق فقل هو بلد بجمال يوسف وحزن أبيه وفساد أخوته. يا عراق، من أين لي بقميص يوسف أرمي به عليك لتشفي به جراحك؟ يبدو أن مستقبلنا مجهول مشوش، وحاضرنا مشاريع مزيفة بأغلفة مسيسة. ننتظر قميص يوسف الذي هو بمثابة باعث الأمل ومنسي الألم وموحد الجهود والناهض بالإرادة، محرك الإبداع للقضاء على الواقع البائس، للعودة إلى التوحد وردم التفكك، ليكون خطاب اليوم تخطيطاً للغد ومنه الانطلاق للمستقبل. دمتم أينما كنتم، في أمان الله.